في يومين تاع عاشوراء 3164 حراج جزائري حرقوا لاسبانيا، وهذا ما جاء في مخفر الشرطة الإسبانية، شرطة الحدود البحرية. كان عمر مراد طاهري دار عليها فيديو وشرح على كل لا تقدر تشوفوه على قناة اليوتيوب ديالو. في صور لشباب حراقة اللي حرقوا في نهار عاشوراء، شوفوهم. فوالا، هذا هو حال الجزائر الجديدة، هذا هو حال الشباب الجزائري، وحال الشباب الجزائري. ويجوا ولاد حرام يصفقوا التبون ويصفقوا الشنقريح، يقول لك يحيى التبون يحيى الشنقريح ويحيى العسكر. شفتوا الناس كيشرح لها. أنا لما نشوف الشباب هذوما حارقين نتساءل أين هي حراس السواحل؟ راهو حراس السواحل تاع البحرية، او لي فرونتيير تاعنا هكذا غيطة باسوار. انت يا زوج بجات سكي حكمهم قتلوهم، زوج بجات سكي قتلوهم، وهادو هاربين 3000 هاربين. يديو تشيبا حراس السواحل كامل يديو في تشيبا. هايديك للأسف الجزائر الجديدة تاع تبون كل شيء دمار، كل راهو يدمر فيها، كل شيء راهو يدمر. شوفوا الجزائر الجديدة حتى التجارة فيها حابسة، تجارة فيها حابسة، تجارة فيها رايحة. هذا بعد جنيريك